شكرا. هي في البيت وانت صغير في صورة لطيفة جدا، ده انت كانت هي دايما بتطلع في دور الأم الحنونة. هي كانت حنونة لدرجة ان هي مدلعاك، ولا كانت يعني لا قاسية؟ شوفي انا مبسوطه قوي انك انت قلتي لي السؤال ده، ليه؟ لان لو تفتكري الدور بتاع ماما نونا، ايوه، اللي هو كان في رمضان حماده عزه، الحقيقه الدور ده عمل لي انا شخصيا مشكله كبيره قوي، لان كل الناس كانت متصوره ان ماما كريمه اللي هي ماما كريمه مختار، اللي هي عندها معتز وعندها شريف وعندها هبه، ما احنا ثلاثه اصلنا هي ماما نونا اللي دلعت ابنها لدرجة ان هو خرج عن كل الاعراف والتقاليد والقيم، اللي هو الاستاذ الكبير يحيى الفخراني طبعا. الحقيقة اللي كان الاجابة انه لا، ماما كريمة مش هي ماما نونا، وده دليل على ان ماما كريمة بتمثل كويس، لان هي لو ماما نونا كان زماني انا ضعت زي الفخراني زي حمادة. بس والله انا ده في ناس كانت بتكلمني تقول لي عاملين لي الرنه بتاعت حماده عز، ولما كنت اروح مثلا اي مناسبه، يعني مثلا بروح اجامل الناس في فرح او حاجه، الفرقه بتاعت الفرح تعزف لي حماده عز. وهشام عباس نفسه كنت في فرح، مش فاكر كان فين، غنى لي حماده عز. يعني تخيلي انا رحت بدل ما يغني للعريس والعروسه غنى لي انا حمادة عزو، كسفني. بس طبعا دي محبة، وانا كنت